الذي تم تنظيمه اليوم كان بالنسبة لقطاعنا وقطاع النقل فرصة ثمينة لربما إبراز كل المجهودات التي يقوم بها كلا القطاعين لإشراك شركات الناشئة في عصر النت ورقمنة قطاع النقل. كما ترون هناك عدد كبير من شركات الناشئة اليوم التي تقدم حلول فعلية ليستفاد منها كل المواطنين، وراح تسمح إن شاء الله من تحسين بشكل كبير جدا من جودة الخدمات ومن الاعتماد على التكنولوجيا المطورة محليا. منذ أشهر انطلقنا مع السيد وزير النقل في مشروع جد طموح بإشراك كل الشركات الناشئة التكنولوجية النشطة في الجزائر مع الشركات تحت وصاية قطاع النقل، ولقاء اليوم ربما كان فرصة لنا باش نورو كل ما تم القيام به، وأيضا نوضح التعاون الكبير الذي نجده اليوم بين القطاع الخاص والقطاع العام، بين شركات ناشئة وبين شركات كبيرة، وبين قطاعين اللي هما قطاع النقل وقطاع مؤسسة ناشئة. وأنا بهذا الخصوص أوجه شكري للمنظمين هذا المنتدى على جودة التنظيم وعلى اختيار هذا الموضوع اللي هو موضوع مهم جدا، موضوع حيوي وموضوع بطبيعة الحال سيكون له أثر كبير على حياة المواطنين.